أكدت وزارة السياحة والأثار رفع جاهزيتها في المواقع السياحية والأثرية والتنسيق المسبق مع كل الجهات المعنية للتعامل مع الظروف الجوية التي تطرأ خلال فصل الشتاء والاستفادة كذلك من دروس وتجارب السنوات الماضية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وزوار المواقع السياحية في المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير من خلال مراجعة وتقييم أنظمة مصارف مياه الأمطار والقنوات والعبارات في المواقع السياحية والأثرية والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم لرفع كفاءتها لإزالة أي انسداد لمجال الصرف وفتحات التصريف، وذلك حفاظا على سلامة الزوار.